مشاهدينا الكرام، هنسيب حضراتكم دلوقتي تتابعوا آخر وأهم أخبار الفن والرياضة في كواليس 8 الصبح، وبعدها وبعد فاصل قصير هنلتقي مع حضراتكم في أولى فقرتنا الحوارية لهذا اليوم. أكد سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر ميلان إن مواجهة لاتسيو كانت متوازنة، وشدد على إن لاعبته افتقدوا التركيز في اللمسة الأخيرة. أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عن تعاقده مع المهاجم نيل موباي بعقد لمدة 3 سنين من فريق برايتون. أكد جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني إن البافاري لا يخشى أي منافس في الموسم الحالي. أكد بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي إن برناردو سيلفا لن يرحل عن صفوف السيتيزنز. أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي تعاقده مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك. القرار قرار، والمعرفة ليها ثمن. وقت كتير الثمن ده بيبقى غالي قوي. سيستم عالي عالي. مش عشان كوبايه كسر كوبايه في هيتك يا معلم. ايه المركز القومي للسينما هيقيم احتفاليه لاحياء ذكرى وفاه الاديب الكبير نجيب محفوظ يوم الاربعاء اللي جاي. قررت اداره مهرجان الاسكندريه السينمائي لدول البحر المتوسط اختيار الفنانه اليونانيه الكستيس بروتوباسالتي ضيف شرف الدوره 38. اختارت إدارة الدورة 66 من مهرجان لندن السينمائي فيلم نزوح للمخرجة سؤدة كعدان للمنافسة في المسابقة الرسمية. اهتمت المواقع العالمية بتعاقد الممثلة آن هاثاواي على بطولة فيلم جديد بيحمل اسم The Idea of You. كشفت شركة ديزني عن فيديو ترويجي جديد لفيلم لايف أكشن الجديد بينوكيو واللي هيقوم ببطولته الممثل العالمي توم هانكس.